إذا كان هو يقصد إذا كان يقصد التحويل يعني تؤخذ عليه أجرة هذا ما في استباس، وإذا كان يقصد أيضا يعني التاجر يعامل من يدفع له نقدا يعني بشكل ومن يدفع له صكا يزيد عليه في الثمن، هذا ما فيش بأس أيضا، لأن الدفع بالصك في وضع ليبيا الآن هو قضية يعني دين يعني ليس نقدا، هذا دين مؤجل ما يقبضش فلوس فداء، فمعروف أن الأجل له حصة من الثمن، فإذا كان قال هذا السلعة هذه تساوي 100 دينار نقدا وتساوي 120 دينارا بالصك، لأن الصك ما يستطيع أن يأخذ فلوس الآن، فكأنه باعه بالآجل باعه بالدين، وهذا جائز الزيادة فيه، لكن على أساس ألا يفترق في قضية العقد متاعهم. بعض الناس يفهمون العقد ضروري كتابة، لا، أي إيجاب وقبول بين اثنين، لابد أن يبين إما كاش أو لا، أيوة، أن يقرر أحد إحدى الطريقتين. نعم.